السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف السابع، اليوم سوف نبدأ بدرس جديد وهو درس تشغيل برنامج معالج النصوص. وفي هذا الدرس سوف نتعلم مجموعة من النقاط: أولا تشغيل البرنامج، ثانيا أجزاء الشاشة الرئيسية، ثالثا إنهاء العمل والخروج من برنامج معالج النصوص. أولا تشغيل البرنامج. طبعا يا سابع، عندي مجموعة من الخطوات من أجل تشغيل برنامج معالج النصوص. الخطوة الأولى إنه تكون عندي أصلاً الأيقونة موجودة على سطح المكتب، بس بنقر عليها نقر مزدوج وهيها فتحت عندي. النقطة الثانية من خلال قائمة ابدأ بختار All Program، بعدين Microsoft Office وبشغل البرنامج. هيو الخطوة الثالثة من خلال محرك البحث الموجود في قائمة ابدأ، بس بختار Word وهي هيك أنا شغلته. طبعا يا سابع، اي شاشة جديدة انا بتعلمها موجودة على اي برنامج لازم اتعلم الاجزاء الرئيسية. اجزاء الشاشة الرئيسية لبرنامج معالج النصوص: اولا عندي شريط ادوات الوصول السريع، هذا اسمه شريط ادوات الوصول السريع. ايضا عندي شريط العنوان، هذا اسمه شريط العنوان. ايضا عندي عناصر التحكم في النافذة، هيهم عناصر التحكم في النافذة. عندي إني أصغره، هاي هون تصغير الإطار إلى شريط المهام، هون إني أكبره أكبر ما يكون، وأيضا بقدر أصغره أصغر ما يكون، وهون بقدر إني أطلع من الشاشة كلها، هون اسمه كلوز، صار زر أغلق. أيضا عندي الجزء الثاني شريط العنوان، هذا اسمه شريط العنوان. وعندي شريط الأدوات، هذا اسمه شريط الأدوات. ايضا عندي المجموعات، هاي اسمه مجموعات وهذا اسمه تبويبات. ايضا عندي المؤشر، هذا اسمه المؤشر. وعندي شريط المعلومات، هاي اسمه شريط المعلومات. وعندنا هذا اسمه اشرطه التمرير العموديه والافقيه، يعني بقدر اني انزل للاسفل وبطلع لفوق. ايضا عندي حيز العمل، طبعا حيز العمل اللي انا بدي اشتغل عليه بقدر اني اطبع عليه. تمام يا سابع. ايضا لازم نتعلم يا سابع كيف ممكن اني اطلع من البرنامج ككل. بنقر على زر كلوز وهي هيك انا طلعت من البرنامج. طبعا في هاي الحصة انا تعلمت، نرجع نتذكر كيف اشغل البرنامج، كيف اعرف الاجزاء الشاشة الرئيسية وتعلمناهم وعرفناهم، واخر اشي تعلمنا كيف ممكن انهي العمل واخرج من برنامج معالج النصوص.